هسيب حضراتكم مع تقرير مهم، وكل التحية الحقيقة لجمعية الأورمان. جمعية الأورمان عاملة شغل هايل جدا، افتتحت مشروع إعادة تأهيل وتطوير منازل في قرية الفلوجة، دي مركز بدر بمحافظة البحيرة. نشوف التقرير وبعدها نلتقي، نتشرف بوجوده دكتور سيد خليفة. في ظل السعي للانتقال بالشرائح الأولى بالرعاية لمستوى معيشي أفضل، افتتحت جمعية الأورمان المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل وتطوير المنازل بقرية الفلوجة بمركز بدر بمحافظة البحيرة. احنا كان عندنا البيت السقف عبارة عن أي جريد أي خشب، الأرضية زي التراب، ما فيش حمام، ما فيش مطبخ، فيش أي حاجة خالص. النهارده بنشوف شاهد عيان، بنشوف بيت جميل بالسيراميك، بالمطبخ، بالحمام، بالمراوح، بالكهرباء، بالمية، بالسقف. مش الدولة لوحدها اللي هتقوم، لازم برضو مؤسسات المجتمع المدني بتقوم، المؤسسات المالية بتقوم، لازم الناس كلها تتعاون، لأن محدش يقدر يعمل حاجة لوحده، وهو ده الفكر اللي احنا يعني كلنا متعاونين فيه. الدولة بتاخد مبادرات، لكن احنا لازم نساعدها ولازم احنا كمان نحس بالناس. 20 منزلا تم تطويرهم عن طريق عمل تشطيبات كاملة للمنازل، من تسقيف للبيوت وسيراميك ونقاشة وسباكة، الأمر الذي رسم البهجة والسرور على وجوه الأهالي. احنا بنشكر جمعية الأورمان وكل القائمين عليها من المجهودات اللي عملوها وفي وضع البيوت، والناس دي بالفعل كانت محتاجة جدا جدا. ألفا شكرا ليك، عمل لي سيراميك ودخلوا مية وعمل لي الحيطان وعمل لي كل حاجة وعلى لي البيت. حاجة فوق الخيال، مطبخ، حمام، أوضة جلوس، منظرة، بيبان، شبابيك، حاجة بسم الله ما شاء الله. عايزهم يكملوا والله يستر، ما عايزهم يعملوا الناس الغلابه كلها والله. كما تم ايضا تاهيل المنازل لمشروع البايوغاز وتسليم الاهالي رؤوس المواشي لتوفير الغاز الطبيعي بصوره مستمره والاستفاده من المشروع في عمليات الطهي والزراعه. وحده البايوغاز هي بمثابه المصنع الاسمده الخاصه بالعميل، وبمثابه برضه مخزن الغاز المستدام اللي هو بيستخدمه، سواء كان هيستخدمه في اي غرض ليه، سواء كان في الطهي مثلا بيوصله على البوتاجاز، او بيستخدمه في اغراض التدفئه بيوصله على سخان مثلا، او بيستخدمه في اي اغراض تانية زي اغراض الاناره لما بيوصله مثلا على جرين جنريتور او مولد اخضر، فبالتالي بيولد منه كهرباء فبيستغله. كما تم تدريب الاهالي على الطريقه الصحيحه للاستفاده من المشروع. المشروع في حد ذاته مشروع كويس جدا جدا، لما احنا اشتغلنا عليه دلوقتي حاليا لنا 40 يوم، حاجه جميله جدا، ما احتاجناش للانبوبه خالص، مكفينا، وبيطلع منه سمات تقدر تبيعه للمزارعين يسمدوا ارضهم، بيقدر يستفيد برضه كله منه ويعمل دخل كويس. لما جاني المشروع ده تاجرته في الدانو وخدت الملتهوت وفرق معايا في السماد وفرق معايا، وما بجيبش انابيب اصلا، بقالي فتره من يوم ما جيت، بقالي فتره ما جبتش انابيب خالص. جمعيه الأورمان تعمل طوال الوقت على عده مبادرات لخدمه المواطنين الاولى بالرعايه لتوصيل الدعم لكل مستحق، بالتوازي مع خطه الدوله المصريه للارتقاء بحياه المواطنين وتحسين جوده الحياه وتوفير كل ما يلزم المواطن البسيط.